أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فالمدبرات أمرا صدق الله العلي العظيم. سابقا كان البشر يعتقد بأن النجوم والكواكب كلها تدور حول الأرض، فكانوا يعتبرون الأرض مركز العالم. ويعتبرون أنفسهم مركز العالم. هذه المعلومة اليوم أكثر البشر لا يعتقدون بها، تبين خطأهم، ولكن لا زالوا يعتقدون أن البشر هو مركز العالم. الأرض ليست مركز العالم، ولكن البشر يعتبرون أنفسهم مركز العالم. لا، بل أكثر، البشر يعتبرون أنفسهم كل العالم. الشيء له قيمة إذا ارتبط بالبشر، الشيء الذي لا يرتبط بالبشر لا قيمة له. ما هي فائدة هذه الكواكب، هذه النجوم؟ هكذا يتحدث البشر، إما بلسانه أو في نفسه. الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا التي لا تنفع بالنظرة الظاهرية للبشر، ما هي قيمتها؟ الحشرة الفلانية ما هي قيمتها؟ ما هي فائدتها؟ كأن الفائدة منحصرة فقط فيما يرتبط بالبشر. وتجاوز البشر حدوده، صار يتساءل: ما هي قيمة إمام غائب عن الأنظار؟ ما هي فائدة إمام غائب عن الأنظار لا نراه؟ هذا السؤال ليس اليوم، هذا السؤال من زمن النبي صلى الله عليه وآله. والنبي صلى الله عليه وآله أجاب على هذا السؤال، ضرب مثلا للإمام مثل الشمس التي تحجبها السحب. حياة البشر لا تستمر، لا يمكن أن تستمر بدون وجود الشمس، حتى لو كانت الشمس خلف السحب. حياة البشر لا يمكن أن تستمر بدون وجود الإمام، أرواح العالمين له الفداء، حتى لو كان الإمام خلف سحب الغيبة.
ولكن القضية ليست فقط البشر. نعم، قيمة البشر، قيمة حياة البشر بوجود الإمام، استمرارية حياة البشر بوجود الإمام. ولكن هذا فقط، كل الكون ملخص فينا. الشمس إذا حجبتها السحب البشر ما رأوا الشمس. فوائد الشمس بالإضافة إلى فوائدها للبشر، فوائد الشمس تكون لبقية الكواكب في هذه المنظومة الشمسية، لكل ذرة في هذه المنظومة الشمسية. الإمام إذا غاب عن الأنظار لا تفكر في فائدته الكبيرة الكبيرة للبشر فقط، فائدته في كل الأكوان، في كل العوالم، لكل ذرة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قبل قليل قرأتم هذا الدعاء الذي يقرأ، كان الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الصلوات في عند الزوال من أيام شهر شعبان وفي ليلة النصف من شعبان. بداية الدعاء ما هو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ شجرة النبوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وموضع الرسالة ثم ماذا؟ ومختلف الملائكة. مختلف الملائكة، محل تردد الملائكة، الملائكة نازلة وصاعدة من عند الإمام. لماذا الملائكة تنزل تصعد؟ له حاشا، قاعدة ديوانية؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل نظاما دقيقا عظيما لإدارة هذا الكون الكبير الذي لا ترى عيوننا إلا أقل من ذرة من هذا الخلق الضخم الكبير. جعل الله عز وجل نظاما دقيقا عظيما بإدارة مليارات 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 الملائكة، كل صغير وكبير في هذا الكون تديره أيدي ملائكة. من أصغر ذرة تتحرك في صحراء من مكان إلى مكان، هذا تحركه الملائكة. إلى أكبر مجرة تسير، تحركها أيدي ملائكة. كل شيء في هذا الكون، كل نقل، كل حركة، إدارة كل هذا الكون بأيدي ملائكة. هذا النظام الوسيع جدا العظيم جدا جعله الله سبحانه وتعالى بإدارة هرمية. في كل جانب يوجد ملك مسؤول، ملك واحد مسؤول عن هذا الجانب من الكون. تحت إمرة هذا الملك مجموعة من الملائكة، تحت إمرة أولئك المجموعة مجموعة أكبر منها، مجموعة أكبر وأكبر، ربما في جانب واحد مليارات الملائكة في ألف رتبة، ربما آلاف الرتب لا نعلم. نظام هرمي، رأس الهرم ملك من سادة الملائكة بقدرات كبيرة جدا وإمكانيات وصلاحيات كبيرة جدا، وتحت أمرته مجموعة من الملائكة، وهكذا درجات ومراتب. الملائكة التي تنفذ
ملائكة معصومة. لعل أحدا يسأل، إذن ما هي فائدة ذلك الملك القائد المسؤول؟ هذه الملائكة تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ذلك الملك المسؤول ما هي قيمته؟ ما هي فائدته؟ عزرائيل عليه السلام الملك المسؤول عن الموت، عن قبض الأرواح، ما هي فائدة عزرائيل؟ توجد مليارات من الملائكة لقبض الأرواح، مليارات، لعله أكثر من هذا بكثير، بمراتب هؤلاء تقبض الأرواح. طبعا القرآن الكريم يقول توفته رسولنا، صيغة جمع، ملائكة ليس ملك واحد. الملائكة التي تقبض الأرواح هي ملائكة، عدد كبير من الملائكة، هذه تؤدي الواجب. إذن ما هي قيمته؟ ما هي فائدة عزرائيل الملك المسؤول؟ فائدته أنه كل هذه الأشياء ترجع إليه. ترجع إليه يعني ماذا؟ يعني الأوامر تصدر منه إليهم، إلى هذه المليارات من الملائكة. القدرة على قبض الأرواح تأتي منه إلى أولئك الملائكة. الصلاحيات التي تملكها هذه الملائكة من عزرائيل، أوامر وقدرات وصلاحيات، طبعا وأشياء ثانية كثيرة. وباستمرار، هذه نقطة مهمة جدا، وباستمرار تحصل أمور أولئك الملائكة لا يتمكنون أن يبتوا فيها. الملك المسؤول عن قبض روحي ممكن لا أقول ممكن، يعني هذا الشيء يحصل قليلا، يحصل كثيرا في قضية معينة بقبض روحي، لا يتمكن أن يبت، عنده صلاحيات، ولكن تحصل قضايا تداخل القوانين التكوينية، فماذا يصنع؟ يجب عليه أن يرجع إلى الأعلى منه في هذا المجال، ذاك يأمره، وهكذا وهكذا إلى أن تصل قضايا كثيرة جدا إلى الملك المسؤول عن كل الإماتة وهو عزرائيل. تتصور عزرائيل جالس هكذا، الملائكة تنفذ الأوامر، خلاص عزرائيل ما عنده شغل، لا. النبي صلى الله عليه وآله رأى في المعراج كما ورد في صحيحة هشام بن سالم في بداية المجلد الثاني من تفسير القمي، رواية مفصلة، صحيحة السند، صحيحة هشام بن سالم، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يذكر بعض تفاصيل المعراج، مما رآه النبي صلى الله عليه وآله في المعراج، رأى ملك الموت عزرائيل، فرآه مشغولا بدرجة لا يتمكن من شدة انشغاله، لا يتمكن أن يلتفت يمينا ويسارا، هكذا مركز، يعني باستمرار، لا باليوم مرة ومرتين، يعني في كل لحظة، لعله في كل طرفة عين، أقل من طرفة عين، توجد قضايا يلزم أن يبت فيها ملك الموت المسؤول الكبير عزرائيل. القضية ليست أنه عزرائيل عنده أعوان وخلاص هو جالس يشرب شاي، لا، مشغول شدة انشغال في قضايا إدارة هذا الكون ليس سهلا. هكذا بالنسبة إلى بقية الملائكة، ملائكة تقسيم الأرزاق بالمليارات، لعل العدد أصلا صغير، الملائكة التي تقسم الأرزاق في كل هذا الكون، ليس فقط في الكرة الأرضية، ليست أرزاق البشر فقط، أرزاق الخلائق، ملائكة عددها يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي فائدة ميكائيل المسؤول الأكبر عن الأرزاق؟ ميكائيل ما هي فائدته؟ الملائكة معصومة تؤدي الواجب، لا، باستمرار هناك قضايا تحدث تصل إلى ميكائيل، ميكائيل ما عنده وقت، ميكائيل مشغول أشد الانشغال،
ملائكة تدير الجنة، الله يعلم عددها. إذن الملك المسؤول عن إدارة الجنة رضوان، اسمه رضوان، ما هي فائدة رضوان؟ لا يتمكنون. أولئك الملائكة الذين يديرون الجنة يحتاجون إلى رضوان باستمرار، وهكذا الملائكة، وهكذا بالنسبة إلى سيد الملائكة جبرائيل. جبرائيل الملائكة موجودة، قادة الملائكة موجودة، كل قائد يؤدي جانبا، إزرائيل موجود يؤدي جانبا، ميكائيل موجود يؤدي جانبا، إسرافيل يؤدي جانبا، ملائكة موجودة. باستمرار يحتاجون إلى جبرائيل. جبرائيل مشغول أشد الانشغال، يحتاجون إليه. أنا أقول ثلاثة أشياء لعله ملايين الأشياء: يحتاجون إليه في إصدار أوامر، يحتاجون إليه في أخذ قدرات، يحتاجون إليه في أخذ صلاحيات، وفي أمور كثيرة. قادة الملائكة، سادة الملائكة، أيضا تحدث لهم حوادث، يحتاجون أن يرجعوا إلى مصدر القدرات، يحتاجون باستمرار أن يرجعوا إلى مصدر، هذا المصدر متصل بإرادة الله ومشيته. يحتاجون باستمرار إلى إمام زمانهم. أرواح العالمين له الفداء، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن أمير المؤمنين، في زمن كل إمام، يحتاجون. تحدث قضايا كثيرة جبرائيل لا يتمكن أن يبت فيها، إزرائيل لا يتمكن أن يبت فيها، ميكائيل لا يتمكن أن يبت فيها. يحتاجون أن يرجعوا إلى شخص قلبه وعاء لمشيئة الله عز وجل. قلوبنا أوعية لمشيئة الله تعالى، فإذا شاء شئنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يرجعون إليه، ماذا نصنع؟ هو يرجع إلى قلبه، قلبه وعاء لمشيئة الله، قلبه متصل اتصالا دائميا بإرادة الله ومشيئته، فيعطي أوامر، قدرات، صلاحيات. ولذا نقرأ في الرواية الشريفة، في روايات، هذا المعنى متواتر عن وصف أهل البيت بمختلف الملائكة، الملائكة اللي ماذا تنزل وتصعد، تحتاج إلى أوامر، تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى صلاحيات، وتحتاج إلى أمور أخرى. تنزل تصعد مختلف. القضية ليست فقط في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح، أو في آية مباركة أخرى ينزل الملائكة بالروح. جدا جميل هذا الفارق بين الكلمتين، جدا جميل. هذا ليس فقط في ليلة القدر، في ليلة القدر نعم تنزل الملائكة لتأخذ الأوامر والقدرات والصلاحيات، ولكن هذا ليس خاصا بليلة القدر، مختلف الملائكة. لو أردنا الأمثلة، للأسف عقولنا عقول صغيرة، للأسف أجواؤنا أجواء صغيرة، القضايا الضخمة لا نتمكن نستوعبها. لو أردنا أن نمثل مثالا، كمثال، والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، الأمثلة تضرب ولا تقاس. كمثال، الوزراء وحاجتهم إلى رئيس الوزراء. الوزراء عندهم صلاحيات، عندهم قدرات، عندهم أوامر، ولكن يحتاجون إلى رئيس الوزراء. نعم يحتاجون، طبعا في عالم البشر، عالم وضع خاص، عالم جدا صغير، فيه ما فيه في هذا العالم، ولكن كمثال أقول، كمدراء والمدير الأعظم
يحتاجون أن يرجعوا إليه. إذا كانت الإدارة إدارة صحيحة يحتاجون. حتى نعرف جانبا من هذه الكلمة، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. الكلمة ليست من أحكام البشر، من أحكام العباد. البشر جزء، عالم واحد من عالم العباد. والصادر عما فصل من أحكام العباد كله يصدر منكم. الملائكة من العباد، الملائكة فيها أحكام، نعم فيها أحكام، عندها أحكام، نعم عندها تكاليف، عندها تكاليف، عندها واجبات، نعم عندها واجبات. كلمة إمام معصوم، كلمة دقيقة. والصادر عما فصل من أحكام العباد، ذاك في التكوين، هذا في التشريع. إرادة الرب في مقادير أموره، مقادير أموره، هذا يشمل عالم الملائكة، نعم. ذاك في التكوين، والصادر عما فصل من أحكام العباد في التشريع. عندما نقول هذه الكلمة، المؤمنون يقولون هذه الكلمة، يقولون أرواح العالمين فداه، نفهم ما نقول. لحظة واحدة من حياة إمام كل زمن أثمن من كل حياة كل البشر. أرواح العالمين لا قيمة لها، مع قيمتها لا قيمة لها أمام قيمة لحظات حياة الإمام. كل الكون، كل الخلق، العرش وما فوقه وما تحت العرش، كل الكون، كل خلق الله مرتبط بهذا الإمام. في كل لحظة، لحظة مرتبط. ولذا ترى أشياء عجائب. الملائكة مخلوقات عندها أعمال، الله عز وجل يجعل جمعا من الملائكة، هذه الملائكة ما عندها أي عمل إلا الدعاء لإمام زمانهم. كم من الملائكة؟ الله العالم. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر إن الله عز وجل خلق على كل ركن، مضمون الرواية الشريفة، على كل ركن من أركان عرشه. أركان العرش كم هي؟ حسب الرواية 360,000 ركن. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر إن الله عز وجل خلق على كل ركن من أركان العرش 70,000 ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الدعاء لعلي وشيعته والدعاء على أعدائه. اللهم صل على محمد. عندك حاسبة؟ 360,000 ضرب 70,000، 360,000 ركن ضرب 70,000 ملك على كل ركن، يعني أكثر من 25 مليار ملك فقط وفقط في هذه الزاوية. في أماكن ثانية كم من هذه الملائكة موجودة لا أعلم. هذه الرواية تذكر زاوية 25 مليار، أكثر من 25 مليار ملك ما عندهم لا تسبيح لا عبادة. تسبيح كل شيء مشغولون فقط بالدعاء لعلي. أنا لا أعرف قيمة إمام كل زمان، الله عز وجل هو خالقهم يعرف قيمتهم. 25 مليار ملك فقط وفقط يدعون، ما عندهم شغل ثاني. قيمة كل الخلق هذا. الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان قضية
أن الله عز وجل سأل في عالم الذر، سأل من الخلق من ربكم؟ رواية مفصلة في مقطع من هذه الرواية الشريفة، الإمام أبو عبد الله الصادق، الرواية موجودة في كتاب الكافي. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله عز وجل منهم من ربكم، قال عليه الصلاة والسلام: فأول من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقالوا: أنت ربنا. فحملهم الله عز وجل، فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء هؤلاء رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، شاهدي في هذه الكلمة، وهم المسؤولون. المسؤول الأكبر من هو في هذا الكون؟ وأمنائي في خلقي، أمنائي في خلقي يعني في البشر، في خلقي كل الخلق، البشر زاوية نقطة، وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة. فقالوا: نعم ربنا أقررنا. فقال الله للملائكة: اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم قال الإمام عليه الصلاة والسلام: يا داود، ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق. اللهم صل على محمد. شاهد الكلمة: هم المسؤولون في الخلق، أمنائي في خلقي وهم المسؤولون. في أجواء العشرة المهدوية المباركة، بذكرى مولد نور الله في الأرض، من هو نفس رسول الله، ومن هو نفس أمير المؤمنين، ومن هو نفس الإمامين الحسن والحسين، ومن هو نفس الأئمة من ذرية الحسين سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحقه، بمكانته، بحبك له، بحبه لك، صل عليه وعلى آبائه الطاهرين، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. اللهم بحق صاحب الأمر، ببركات وجوده، اللهم صل عليه وعلى آبائه الطاهرين، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.